شوية زيت، وراح أضيف اللحم على المقلة، راح أوطي النار عليه مرة، خليه على نار هادية على راحته يشتغل عبال ما أحضر باقي المكونات معكم. طبعا التاكو بالعادة يتقدم مع صلصة ساور كريم جواكامولي، أنا اليوم بحضر لكم صلصة الطماطم اللي هي مكوناتها نحط فيها طماطم ونحط فيها بصل وكزبرة بالإضافة إلى الليمون، زيت زيتون، ملح وفلفل أسود. راح نبدأ أول شيء، عندي هنا كمية من البصل، حبة بصل صغيرة مفرومة، راح أحط نص الكمية، النص الباقي راح أزيده على المقلقل هنا، وبعدين عندي حبة طماطم صغيرة راح نفرمها فرم ناعم، راح نضيفها على الصلصة، نشيل القمع منها. نفس الشيء الجزء الثاني، بعدين نبدأ نفرمها فرم ناعم عشان نضيفها على الصلصة. طبعا الصلصة ممكن نحضرها من قبل، خليها في الثلاجة تقعد معنا يومين، نستخدمها في أي وقت. إذا حابين تقعد معنا أكثر، أهم شيء ما نخلطها مع الليمون وزيت الزيتون، نقطع الخضار كلها تكون معنا جاهزة ونخلطها عند الاستخدام أو عند الحاجة، كذا راح تطول معنا أكثر. حتى في أي نوع سلطة، كل نوع أنواع السلطات بشكل عام لما نحضر الخضار ونقطعها خليها في الثلاجة عندنا، وقت الاستخدام نخلطها مع الزيت أو الحمض أو الصوص المجهزين للسلطة. هنا قطعنا نص الطماطم، راح نقطع الثانية كمان، بس أهم شيء احنا نقطع نحط عيننا على النار إنه المقلقل، تأكد منه إن أموره تمام. راح نفرمها فرمة ناعمة، نستمر بالتقطيع. دائما حاولوا ان السكينة تكون معكم حادة في المطبخ عشان تسهل لكم الطبخ بشكل عام او التحضير للطبخ، كل ما كانت السكينة حادة كل ما سهل عليكم التقطيع. راح نضيف المكونات كلها هنا، ضفنا اول شيء البصل، بعدين ضفنا عندنا الطماطم، راح نضيف شوي من عصير الليمون، راح نضيف شوية من زيت الزيتون، بالإضافة إلى الملح والفلفل الأسود. هذه فلفل أسود، طبعا المقلقل عندي من أول حطينا عليه ملح وفلفل أسود، بس مع عدة التسخين أحيانا تقل النكهات اللي فيه، فراح أحط رشة خفيفة بس، ورشة خفيفة ملح، وهنا للصلصة برضو شوية ملح. نقلب المقلقل، نتأكد أن المكونات كلها ممزوجة مع بعض، لأن أضفنا شوي من البصل والملح والفلفل الأسود، ممكن نعلي عليه شوي النار ونخليه على راحته يطبخ. في الوقت هذا راح نكمل مكونات الصلصة اللي عندي. طبعا في البداية زي ما قلنا ضفنا عندي البصل والطماطم، وضفنا الليمون، زيت زيتون، ملح، فلفل أسود. عندي هنا هلبينو حار، راح نفرمه كمان فرم ناعم ونضيفه للمكونات. هذه المكونات الأساسية للصلصة. وأنواع الهلبينو عندنا، فيه هلبينو حار وفيه هلبينو بارد، مو سبايسي مرة، فممكن نختار إذا ما تحبوا الأكل حار نستخدم الهلبينو البارد، في لذعة خفيفة حارة تكون. طيب نقلقل هنا عندي أو نحركه.